مباراة رد الاعتبار هو شعار المنتخب الوطني في وديته أمام البرتغال هذا الخميس. لقاء البرتغال وإن كان طابعه ودياً إلا أن الجمهور الجزائري يعلق فيه آمالاً كبيرة على رفاق إبراهيمي، على الأقل حفظ ماء وجه منتخب أسال العرق البارد للماكينات الألمانية في مونديال البرازيل. مباراة البرتغال وإن كانت صعبة على الورق نظرا لحجم المنافس إلا أن ماجير يريدها أن تكون مسك ختام بالنسبة له ولأشباله حتى وإن طالته مقصلة الإقالة. لذا فالكل ملزم بتقديم ما عليه وأكثر، وإن كنا متيقنين بأننا سنشاهد الوجه الحقيقي لمحرز ليستر سيتي وإبراهيم بورتو وماندي ريال بيتيس، لأن الخصم هذه المرة اسمه برتغال رونالدو وليس الرأس الأخضر. هي إذن مواجهة لنسيان خيبة ودية الرأس الأخضر وإعادة هيبة منتخب كان يضرب به المثل بالأمس القريب.